يا ترى ايه حكاية أسوان؟ وليه اتسمت بالاسم ده؟ أسوان طول الوقت معروفة بأنها بلاد الذهب، لأنها كنز بكل ما فيها، من مقابر ومعابد لأجدادنا المصريين القدماء. أهل النوبة، ودول بيمثلوا 30% من سكان أسوان، وبينقسموا لقبيلتين، الكنوز والفاديكي، والعرب بيمثلوا 50% من السكان، وبدأوا يظهروا بعد الفتوحات الإسلامية، والباقي من سكان مصر الأصليين اللي نسلهم فضل عايش على أرض بلاد الذهب. طب ليه تسمت أسوان بالاسم ده؟ في اللغة العربية القديمة أسوان كان اسمها سونو، ومعنى سونو هو السوق، لأن أسوان كانت لفترة كبيرة جدا هي منطقة التجارة، وكانت كل القوافل بين القارتين إفريقيا وآسيا بتيجي أسوان، وكان فيها سوق كبير جدا بيبيع كل حاجة ممكن تتخيلها. وفي عصر الإغريق اتطور اسم سين، وبعد كده الأقباط سموها سوان من غير حرف الألف اللي في بداية الكلمة. وفي القرن 16 الميلادي بقى اسمها أسوان على إيد العرب في عصر الفتوحات الإسلامية. يا ترى ناويين تروحوا أسوان الأجازة دي ولا لا؟ اكتبولي في الكومنتس.